هالة من الحزن عمت الوسط الفني برحيل الفنان هشام سليم ظهر أمس الخميس عن عمر يناهز 64 عاماً، ليرحل بجسده تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً. فهو أحد أبرز الفنانين في تاريخ الفن المصري، قدم عدداً من الأعمال الهامة والمؤثرة في السينما والمسرح والتلفزيون تتجاوز 100 عمل فني. جاءت بدايته وهو طفل في فيلم إمبراطورية ميم لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي اختارته ليقدم دور أحد أبنائها في العمل. هصحيكوا الصبح من النوم، مع السلامة. ما أعرف مين اللي كانوا بكلموكي، لازم كانوا بيقولولك على اللي حصل. لكن والده الفنان ولاعب الكرة الشهير صالح سليم، أحد أبرز رموز الرياضة المصرية، كان يرفض انخراط ابنه في التمثيل وهو طفل حتى ينهي دراسته. تخرج هشام سليم من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن. وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل من خلال فيلم تزوير في أوراق رسمية بصحبة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين. شكلي مضحك يا مجنونة، يعني ما ترديش، طب اقفلي بقى وبطلي قلق علشان عايزين ننام. ثم توالت أدواره ليبدع في كل مرحلة من مراحل عمره، إذ كان يحرص على اختيار الأدوار بعناية بعيداً عن الإسفاف، وجسدها ببراعة وإتقان وصدق. نجح في تجسيد شخصية بهلول الابن الوصولي العاق في فيلم الأراجوز. وادي يا سيدي مهر الجامعة، إيه رأيك؟ يقبضوا القروش، يتصححوا يبقوا بنيات. مقصودش تقصد ما يكفوش؟ لا بص كويس. وأحبه الجمهور في شخصية هشام أنيس الشاب المثالي صاحب المبادئ في مسلسل الراية البيضاء. مش هسكت وهطلع من هنا بلغ النيابة، وهتهم البت دي بالقصف في حقي وتشويه سمعتي، وهطلبك انت شاهد. وأبدع في تجسيد شخصية عادل البدري بكل تحولاتها في سلسلة المسلسل الشهير ليالي الحلمية. أنا ندمت يا أمر. كما تميز في تأدية دور محسن الشاذلي الشاب المدلل في مسلسل هوانم جاردن سيتي. اعتبر النقاد هشام سليم ممثلاً من العيار الثقيل، خاصة وهو يؤدي الاستعراضات أمام شريهان في مسرحية شارع محمد علي وفوازير خدوهات، حتى لقب بنجم التسعينيات، لكنه رفض اللقب وتمنى أن يطلق عليه ممثل التسعينيات. مرت حياة الفنان هشام سليم بالعديد من الأزمات، ابتداء من حرمانه من رؤية بناته بعد انفصاله عن زوجته الأولى، مما دفعه لرفع قضية انتهت لصالحه. كما تعرض لأزمة عام 2020 بسبب إعلانه عن إجراء ابنته نورة عملية تحويل جنسي لتصبح ذكراً، وتم تغيير اسمها إلى نور، مشيراً إلى أنه كان مدركاً أن جسدها منذ ولادتها أشبه بجسد الذكور. وانتهاءً بأزمة إصابته بمرض سرطان الرئة واكتشاف المرض في مرحلة متأخرة، وفضل هشام سليم عدم التحدث كثيراً عن معاناته وأن يصارع المرض في صمت، حتى رحل بهدوء أحدث حزناً صاخباً في قلوب محبيه.